أخي المواطن، أخي المزارع. من باب مكافحة الآفات تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة التبليغ عن الجراد عبر تطبيق الوزارة أو الموقع الإلكتروني للوزارة. بإمكانك الآن التبليغ عن الجراد عبر نظام البلاغات الموحد بلغ من خلال اتباع الخطوات التالية: أولاً، اختيار نظام البلاغات الموحد بلغ. ثانياً، أدخل رقم الهوية والجوال والاسم. ثالثاً، إضافة بلاغ. رابعاً، تحديد موقع البلاغ عبر الخريطة. خامساً، اختيار بلاغات الجراد. سادساً، تحديد نوع البلاغ الجراد. سابعاً، تعبئة بيانات البلاغ وإرفاق الصور. بذلك تم تقديم بلاغك، وسيتم زيارتك من قبل المختصين في أقرب وقت ممكن.